الو، ايام يا زكاف، شفت الكوره امبارح؟ طبعا كان رهيبه رهيبه، ابدعت، سكتت صحباتي كلهم. طبعا انا كنت داخله معاهم في رهان انك انت هتجيب اجوان هتجيب اجوان. لا، المباراه كانت جميله، كانت جميله جدا. هاي ودينا فيها دار، تابعتيها انت كلها؟ تابعتها. ان شاء الله كمان بكره تهزم الجواميس. اوكي يلا باي، عشان عايزه اضرب لي صاحبتي داخله معاه في تحدي انا. اوكي يلا باي. يا ريس. ايوه افهمني يا اخي. نعم افهمني. أيوة. اللعب داخل، انا ما دري نفرط فيه يا اخي. لعب جبت انت ذا؟ اي لعب داخل حاجات ومعلومات عرفتها انه بياكل يا زلمه. يا اخي لعيب، لكن لعيب وخطر. لكن ما بخرب لنا الميزانيه يا كوتش. يا سلام يا اخي عليك الله. يا شفت لعبه انت؟ شفت لعبه انا حضرت ثلاثه مليونين. ممتاز، روعه، مبالغه. يا كوتش ده بيعصر على الخزينه. يا ما قدر ما ندوب يلعب لنا يا رئيس يا اخي. احنا ما قادرين ننزل اللي بياكل. يا رئيس. اها. يا رئيس افهمني يا اخي. أه. زيدوا لي قروش دي يا اخي. يا كوتش انا ما عندي مانع، لكن يا اخي الراجل ده انا خايف يخرب لي على التسجيلات الجايه. انا برضه عندي طموح انه اسجل ثاني لعيب غير يعني. بعدين لاحظ ان المباراه الجايه مباراه مهمه جدا. انا عارفها. مباراه فاينل. مهمه. فاينل. هاي. نعم عارفها دي. يلا. ما مشكله، فدي نشوف نتفق معاه على سعر محدد كده. لا 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 لا، ما تدخلنا عليك الله في احراج. انا كلمته وهيأته برا يا رئيس يا اخي. بس ندي ال 50 دي منازل معاه. نعم 50. لا 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 لا، اتكلم معاه. طيب ما في مشكله، اتكلم معاه. دي ميزانيه ناديني كده، يعني ما عندي رعايات بتجيني من برا عشان انا ادعم الفريق. انا الفريق ده دعمه بيجيني من المباريات في الاستادات. خلاص يا يعني ما عندي طريقه استثماريه ثانيه للرياضه. خلاص 50 50، انا بكلمه. خلاص كده ما مشكله. خلاص خليه يقابلني طوال. 50 ها؟ 50 اي. كويس. اي الجواميس كيف؟ بكره. خلاص نشوف. طيب باي. كمان يا كابتن الكوتش كلمني بموضوع، فانا كنت لاسع ظروف النادي يعني ما بتسمح لي زياده قروش كده. وقفنا على حته ال 500 دي يعني ارضى بالواقع ده. ها؟ ارضى بالواقع ال 500 دي يعني. 500 شنو؟ 500 جنيه. ها؟ 500,000. 500,000؟ نعم. يا ما قلت لك يا ريس؟ ما قلت لك يا ريس؟ ظروف النادي يعني، النادي ما عنده اي مصادر دخل غير والله ظروف النادي. النادي انا ما وقفت معه كثير يا جماعه. صح مقدرين ظرفه. وقفت يا اخوان انا. انا قصرت يا اخي، قاعد اقصر يا كوتش. لا والله ما قاعد تقصر. قاعد اقصر. بتمشي ما تهتم للايام الجايه دي. ظروف كيف يا اخوانا وتمشي 500,000 دي والدائن يعني 500,000 دي. يعني بيجير لك البيت، بيجيب لك الكهرباء، بتعمل لك حاجات خلاص. دي مباراه مهمه دي يا اخي، تقول مباراه انسان ولا شو؟ ما في مشكله يا اخي، انت المباراه المهمه دي كده احنا بتحتحد من جيها بنديك حاجه. لما تجي هنا انا اخوانا كلام واضح يا كوتش ولا شو يا جماعه؟ خلاص انت بس مشينا يعني. انا حسن قصرت معك اخوانا. والله ما قصرت. اي مباراه يا اخي بجيب الاثنين وبجيب الثلاثه يا جماعه. فلتة يا اخي، انا عارفك يا اخي فلتة. وناسي ساعين بسمعتك برا زول تمام من شهرت وكذا، ما في مشكله. سامعين يا اخوانا زول ما تكلموا زول ما قاعد في النادي يا جماعه، كنت انت قاعد يا اخي. اي انا قاعد ما خلاص بسال بس المباراه دي بس يعني. ما حكيت دبل كيك اليوم لك جاب لكم المباراه فاينل. يا اخي الرئيس ده عارف اي حاجه. انا عارف اي حاجه، اي حاجه بس استغنى عليه في السي دي. 500,000؟ بس المباراه دي بس يعني. بس المباراه دي 500. 500,000 يا اخوانا. شنو يعني خمسة؟ ما ياما غلبناكم خمسات نحنا، فرحانين بالخمسة جبتوها دي يعني؟ وبعدين عيني ده ما أول ولا آخر موسم صح؟ في مواسم جاية وبنغلمكم بدل الخمسة 25. ننغلب خمسة؟ خمسة واحد جالس من الاستاد مغلوب خمسة ولا أول ما تدخله وداير قروش قروش قروش. القروش وين القروش؟ الرئيس ما تقولكوا صح يا اخوان. انا قاعد اقولك اقولك. الرئيس انا ما وريتك لك. من الحقيقه لاعب معاي في فريقي اقولك فيك من غالب خمسه ولا قوم تجيبه. ما اديتونا حقنا يا جماعه. الكابتن 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 ادوه قروش ادوه قروش نديك قروش. اشترى لك بانسونيك، اشترى لك موتور سوزوكي، اشترى لك ملايات، عملنا لك حاجات، وفرنا لك بيت، عملنا لك طرحين ماشي جاي زي بتقرا في جامعه، نحنس فيك بجاي، نديك حوض السباحه بجاي، ناكل فيك سكرين بجاي، جداد بجاي، سندوتشات بجاي، قروش لابس احسن لبس مريح احسن ريحه وتجد الغالب خمسه وقوم اجيبه
جبت كثير من الفرق كلها ما جبت فيها ما جبت ما عندك زاد انا كنت شهادات انا بجيب اثنين وجبت ثلاثه يا اخي الليله ما جبتها اديني 500 يا جماعه انت 500 الف يا اخي 500 الليله ما جبتها ما وريتك انا يا كوتش وريتني وريتكم والاثنين الله يرضى عليك كوتش وريتكم ما وريتكم انا قلت لك هذا الله يقولوا شال 500 اصلا كره ال 500 دي بنعرف ليها وكره ال 3 مليون ونص بنعرف ليها